مساكم الله بالخير، يا هلا والله مرحبا. اليوم معنا سالفة بسيطة صراحة، شوي تقهر لكن أعلمكم هذه السالفة وأحداثها. رجال شرى مزرعة وجهز هذه المزرعة بملحق ومطبخ وأشياء بسيطة، يعني بدأ يهتم في هذه المزرعة ويخليها على قولتهم زي الاستراحة له والأخويا، ويقول لأخويا تعالوا بأي وقت، ترى المزرعة فاتحة وترى المزرعة موجودة. مرة من المرات جاء الرجال هذا المزرعة الظهر، قال خلنا زبط القهوة والشاي وقعد فيها لين عصر لين يجوا الشباب، وإذا جوا الشباب إن شاء الله بنستانس ونتقهوى ونجلس نتعشى وبعدين نروح. الرجال جاء الظهر ودخل هالمطبخ قاعد يزبط له قهوة وشاي، إيه يفتح الثلاجة يسكر يخبط. طبعا المطبخ بعيد عن إيش؟ بعيد عن الملحق، الملحق هو اللي هو فيه المجلس وفيه دورة المياه الله يكرمكم وفيها. فالرجل قاعد يخبط بالقدور وخبط، هو جالس يزبط وهذا إلا ويسمع خبطة باب المطبخ، باب حديد، إلا خبطته بقوة وصكه بالمزلاج. الخبطة ذي خاف منها الرجال ذا، قال يا رب هذا وش، افتح افتح بلا استهبال يا ولد، أنت مين أنت؟ أنت مين؟ يا ولد افتح، ما داعي الحركات هذه، افتح يا ولد، طح 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 طح، ولا كأن في شيء. المهم قاعد يطل من الشباك يطالع إلا وفي رجال متلثم ما باين منه إلا عين واحدة ولابس فروة، يروح كذا ويجي كذا، يروح كذا ويجي كذا، يا ولد أنت مين؟ افتح، خل الاستهبال عنك يا ولد، افتح افتح يا ولد، أنت وين رايح؟ المهم الرجال هذا اللي لابس فروة والمتلثم راح وين على الملحق، يا ولد افتح خل استبال عنك، تراني عرفتك يا ولد، والله عرفتك ابن حلال. الا وشوي المتلثم هذا طالع من الملحق ومع الشاشة، هذه الشاشة حقتي يا ولد، يا ولد تعال يا ولد، رجع الشاشة رجع الشاشة. الرجال شال الشاشة وحطها في حضر هيلكس، وحاول والرجال هذا يحاول يطالع بالهيلكس، تحاول يطالع باللوح ولا ما في لوح، عرف انه حرامي، شوي يطلع اغراض، شوي يطلع يطلع ويطلع ويطلع السجادة، يطلع التلفزيون، يطلع الشاشة والكمبيوتر، ويطلع حتى الرجال اللي في المطبخ هذا قاعد يدور الجوال في جيبته ما حصله، حاطه بالشاحن، اخذه هو والاغراض هذه كلها، ويحط الرجال بحوض الهيلكس. يا ولد يا ابن حلال، والله عرفتك، والله لاكلك بسنوني، والله والله. واخر شيء طول عمر شال اللي في المجلس كلبه من عفش وثاث وكيفات والدنيا كل ابوه شال عليه قوة ما هي صاحية، وحطه بحوض الهيلكس، والرجال صاحب المزرعة يتفرج عليه. اخوينا باقي محبوس في المطبخ مقفل عليه بالمزلاج، كسر الباب، حاول يكسر باب بحديد من الحديد القوي، ما قدر يكسره ولا قدر يسوي فيه شيء، ويطالع بالرجال من الشباك، والشباك طبعا فيه حديد حديد ما يقدر يطلع منه. يا ابن الحلال تعال، والله عرفتك، والله ما في شيء، والله. حمل الهيلكس لما غدت كذا، حوض الهيلكس امتلى من المجلس، ما خلى المجلس على البلاط وقدام عين صاحب المزرعة. المهم يطالع فيها ابو فروة هذا، ابو عين واحد متلثم زي كذا، ويسوي له حركة وسخة باليد ويشغل الهيلكس ويروح. روح من عنده تقريبا قبل العصر. الرجال هذا من القهر طاح في المطبخ، ما قدر يسوي شيء، ميت قهر على الرجال هذا، يبغى ياكله اكل بسنونه ما هو قادر، قفل عليه في المطبخ وخلاه يتفرج على السرق الين جاء اول الواصلين المغرب. جاء اخويهم هذا بالصدفة المغرب، يا ابو فلان يا ابو فلان يا ابو فلان، قال تعال تعال انا بالمطبخ. يوم جاء بالمطبخ وفك مسكر عليك المطبخ، من يسكر عليك؟ قال افتح 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 الحين علمك السالفة، افتح. يوم فتح الباب وعلمه بالسالفة وانقهر عليه قهر، ولا قدروا يجيبونا لهذا اليوم، السرقة هذه ما قدروا يجيبونها لهذا اليوم، ما لا قدروا يجيبون صاحب ولا يجيبون شيء. شوف كيف سبحان الله، يقول لك مات من القهر، صار ياخذ علاج حب الضغط بسبة هالموقف اللي صار قدامه. وهذه السالفة لليوم، ان شاء الله تنال استحسانكم، ومع السلامة.